السلام عليكم، وصلنا للشابيتر 13 من كانديد. كنا ديجا شفنا في لي فيديو لي دازون شابيتر 11 و شابيتر 12. شابيتر 11 و 12 كانت ليستوار دو لا فيي فام، هي ديك لا فيي فام لي تلاقات بكانديد كونيغوند. عاودتنا القصة ديالها في شابيتر 11 و شابيتر 12، وشفنا انها كانت اون برانسيس، وكومون إلي ديفوني اون سيرفونت، كيفاش ولات خادمة. إلا ترافايي بوندون بليزيور زاني دون لا ميزير، وخدمات شحال من سنة في الفقر والبؤس. ألوغ في شابيتر 13، كوم دابيتود كيما العادة، ديما كنشوفو لو تيتر دو شاك شابيتر، العنوان ديال كل شابيتر، لأن العنوان كيكون فيه بحال ملخص ديال هاد الشابيتر اللي غنقراو. ألوغ كومون كانديد fut obligé. كيفاش كون ديت fut obligé غيكون مضطر de se séparer، انه ينفصل، انه يبعد، يبتعد de la belle Cunégonde. غنشوفو دابا في الشابيتر 13 كيفاش كون ديت غادي يتفارق مع Cunégonde et de la vieille، يعني كون ديت غادي يتفارق على Cunégonde et la vieille. Alors les personnages de ce chapitre، donc Candide، Cunégonde، la vieille femme، les deux valets، هذوك جوج خدم خدامه، le gouverneur، غنشوفو le gouverneur un nouveau personnage. alors le lieu ou bien les lieux dans l'océan، في المحيط، à bord d'un navire ou bien un bateau، يعني شفنا ان كانديد، كينيغوند، la vieille femme et les deux valets، هاد لي 5 personnages se trouve dans un bateau. Vraiment, le bateau غادي في لوسيون، في المحيط، فين غاديين؟ غاديين لامريك لاتين، انا شفناهم غادي لامريكا اللاتينيه وامريكا الجنوبيه. وشفنا ان في هذا لو باتو، في هذا لو نافير، لا في تما حكات القصه ديالها لكانديد، كونيغوند، وهاد لي دو فالي. ensuite فاش غيساليو لور فواياج، السفر ديالهم في لوسيون، في المحيط، غيوصلوا لبوينوس اير، يعني بالعربيه بوينوس ايرس، اللي هي العاصمه ديال الارجنتين. دونك هنا في هذا لو شابيتر غيكون عندي دو ليو، دون لو باتو، لو نافير في الاول، ومن بعد الاحداث، اغلبيه الاحداث غيكونوا بوينوس اير في الارجنتين. alors après avoir écouté l'histoire de la vieille، بعد ما سمعوا القصه ديال هذيك لا فيي، لي باساجي، ركاب السفينه، شكون هما هاد الركاب؟ اللي هو كانديد، كونيغوند، و لي دو فالي، هادوك جوج خدامه. راكونت لور زيستوار ا تور دو رول، كل واحد غيعاود القصه ديالو بالدور. شنو غيطلب منهم يعاودو القصص ديالهم؟ هي لاف لا فيي، فاش عاودت القصه ديالها غتطلب منهم ان كل واحد يعاود القصه ديالو. elles sont toutes horribles، يعني هاد القصص قصص مروعه، يعني فيها غير مآسي واحزان. كانديد comprend enfin، هنا عاد كانديد غيفهم اخيرا، que le mal existe، ان الشر موجود في العالم. لان بونغلوس، شفنا لو ناراتور، باردون لو بيرسوناج برينسيبال اللي هو كانديد، عندو ان ماتر، كان عندو ان ماتر بونغلوس اللي كيقريه، كيقول ليه ان العالم، هادشي اللي كيوقع في العالم راه عنده واحد الغايه نبيله، واحد الغايه كتوصل للخير اتسيتيرا، يعني ديك الفلسفه، لا فيلوزوفي دوبتيميزم، يعني راه في العنوان ديال كانديد، لو كانديد او لوبتيميز، يعني واحد الفلسفه ديال التفاؤل، كتبالغ في التفاؤل ديالها. وهنايا فولتير الكاتب كينتقد هذه الفلسفه بطريقه غير مباشره من خلال الشخصيات. لو مال اكزيست malgré les leçons optimistes، رغم هاد الدروس التفاؤل de son maître Pangloss. il aurait aimé، كانديد كان كيتمنى، lui faire quelques objections، يعني كانديد كان كيتمنى وكان بونغلوس بقى حي وانه يعترض عليه ويقول ليه ان داك الفلسفه وداكشي اللي كيقول ماشي صحيح، بان راه لو مال اكزيست، ان الخير، ان الشر راه كاين في العالم، ما كاينش غير لو بيان الخير، هي اوسي لو مال. alors quand Candide et ses compagnons arrivent à Buenos Aires، يعني ها هما وصلوا لبوينوس ايرس في الارجنتين، قطعوا المحيط، le gouverneur،
je reste قبل les personnages, le gouverneur, le hakim, comment il s'appelle? Don Fernando, ou bien Don Fernando d'Ibanez, le hakim de la Ibanez, Ifeguerras, Mascarenhas et Lampourdos et Souza les reçoit, il s'appelle يعني هذا le gouverneur Don Fernando هذه الكلمات هذو الإسبانية دونك هو هذو أسماء ديال الأماكن ديال المناطق كيحكمها لي غوسوا دونك غوسوا استقبل كيس كي لا غوسو إي لا غوسو كونديد إي سي كومبانيون يعني كونديد لا فيي كونيغوند إي لي دو فالي كونديد دوموند أو غوفرنور دو سيليبري سون مارياج أفيك كونيغوند كونديد يطلب من هذا لو غوفرنور أنه يعلن الزواج ديالو بكوني كونيغوند Mais celui-ci, Adal Akhelihua, Don Fernando, essaye de séduire la jeune fille. Haoul Eredi, Cunégondeni. Mais bref, il zouge Candide Cunégonde. La Cunégonde Candide, il y a un Nahouer. Bref, il zouge bien. Donc, mais celui-ci essaye de séduire la jeune fille. Donc, Candide à nouveau va affronter un nouveau problème. Un mouchkijid Candide. Il y a dit bref, il zouge Cunégonde. ولكن نتهنى من دون إيساشار داك اليهودي وداك الانكيزيتور اللي قتلهم بجوج دابا يخرج ليه هاد دون فرناندو La vieille femme conseille à Cunégonde هاد المرة غتنصح هاديك العجوز غتنصح Cunégonde d'accepter la demande de mariage de Don Fernando انها تقبل الزواج من هذاك دون فرناندو وما تزوجش كونديد علاش car celui-ci لأن هذا الأخ دون فرناندو peut faire la fortune de Candide يعني هذا دون فرناندو ممكن يعطي ثروة لكونديد يعني كتقول لها أن من الخير أن تزوج دون فرناندو غيوفر لها الحماية غيوفر الحماية لكونديد ويعطيها الفلوس quelque temps après بعد ذلك un petit vaisseau arrive غتجي واحد السفينة صغيرة لهذيك المنطقة فاش كاين دابا كونديد اي لي زوطخ بوغ اريتي لإلقاء القبض غتجي واحد السفينة من أوروبا بوغ اريتي كونديد اي كونيغوند علاش؟ حيت راه كونديد ما نساوش أنه قتل داك دون إيساشار لو جويف اليهودي وهذاك لانكيزيتور اللي هو محقق اون فيت غنشوفو كيفاش لوم كي افولي لي ديامون شفنا أن كونديد كونيغوند لافيي باتو في واحد لوبرج وتسرق ليهم واحد لي ديامون الماس وهذاك اللون اللي سرقهم غيعترف غيقول ليه بان السرق هاد لي ديامون لو كونيغوند اي كونديد اي كونيغوند فين كان عند هاد الالماس شكون عطاها لها هو هذاك لانكيزيتور يعني فاش لقاو القبض على هاد اللون ومعاه هذيك لي ديامون عرفوا بين هذوك لي ديامون ديال لانكيزيتور اللي تقتل يعني هو غادي يقول لهم ماشي هو اللي قتلو ولكن غادي يعترف انه سرقون الكونديد اي كونيغوند دونك ديامون دو كونيغوند اي افوي سان كريم اعترف بالجريمه ديالو اي لو تيور دو غران انكيزيتور اي ديفوالي اي لو تيور يعني القاتل دو غران انكيزيتور ديال هذا المحقق اي ديفوالي تكشف لا فيي dit que la juste conseille alors à Candide de s'enfuir Candide à Noirob les Annahom j'ai une captoile ou Hadak Don Fernando le gouverneur Marie-Hemich les Annahom Bredzouj Cunégonde yani Candide mais en tout cas le Wahed ou Annahom Yahrob pour ne pas être brûlé vif Bachmet Tarkh Wahi et rassure Cunégonde ou Ratman Cunégonde qu'elle va être protégée par le gouverneur. Elle a le gouverneur. Donc on a la vieille qui a voyez les débats qu'a touché ou qu'a tenu la personnalité. Yani qu'a tenu surtout Candide et Cunégonde. Donc Candide donc il va affronter Don Fernando même que chez ouais Don Fernando le bateau de Cunégonde ou même que chez au café donc le vaisseau donc السفينة اللي جاية من أوروبا باش تلقى القبض عليه دونك لا فيي le conseil باش تنصحو alors à Candide de s'enfuir en Europe pour ne pas être brûlé vif باش ما يتحرقش et rassure Cunégonde qu'elle va être protégée par
لو غوفرنور وقال كونيغوند ما تخافش ان لو غوفرنور غادي يحميها. دونك انا في هاد الشابيتر 13 عندنا جوج ديال لي بارتي. لا بارتي في الديبي كاسكون في لوسيون في لو نافير في الباطو في السفينه فاش لي بيرسوناج غيعاودو القصص ديالهم. اونسيت فاش غيوصلو لبوينوس اير في الارجنتين وغيتلاقاو بهاد دون فيرناندو وفاش غيجيو هاد لو فيسو ديال لي زوروبيان بور اريتي كونديد اي كونيغوند. وفي الاخر لا فيي كونساي à Candide de s'enfuir et rassure Cunégonde. Au chapitre 14, on voit un Candide qui va s'enfuir, Cunégonde va s'enfuir à Buenos Aires, mais dans Fernando, on voit Candide qui va dans un autre lieu, mais va rencontrer des personnalités autres ou des mouvements autres. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.